vielen Jahren Kontakt über Facebook treffen sich heute in Istanbul die Künstlerin Sonja Seyfaddin und der Künstler Eyas Jafar. Thank you. الله يسلمك يا رب. أنا كتير كتير سعيدة إنه اليوم بدي أشوف أخيرا لوحاتك على الواقع بعد فترة طويلة من متابعتك على الفيسبوك وكتير كتير مبسوطة على الواقع إني شفت أعمالك وشفتك حضرتك كمان. أهلا فيك.